دي ورقه حمراء الناس اللي كيخدموا الاطفال، دي ورقه حمراء الناس اللي كيخدموا الاطفال. كارت روج او ترافاي دي زونفون، هذه ورقه حمراء للناس اللي كيشغلوا الاطفال. انها ورقه حمراء رمزيه لمحاربه تشغيل الاطفال في اي نشاط اقتصادي قد يكون عنوانا للحرمان من التعليم والرعايه الصحيه. الارقام الرسميه ببلادنا تشير الى تراجع الظاهره الى 2.5% قبل سنتين مقابل 9.7% نهايه القرن الماضي. كأم ما نبغيش تشغيل الاطفال، نعم، والبلاصه ديال الاطفال هي بلاصه ديال هي المدرسه، لانه الطفل محتاج الى تربيه لا للشغل وغير مؤهل للشغل، خصو التربيه الجسميه والتربيه الاخلاقيه. نبغي نوصل واحد الميساج للجهات المعنيه، لانه كيقولوا ما خصناش نشغلوا الاطفال، ولكن كتلقى ديور مازال فيها خادمات صغار، يعني خص الدوله تاخذ هذه المساله بعين الاعتبار. التزام المغرب بعديد من الاتفاقيات الدوليه لحمايه الاطفال يفرض ترسانه قانونيه موازيه، كان اخرها مشروع قانون لحمايه العمال المنزليين يجرم تشغيل القاصرات اقل من 15 سنه. مشروع قانون سبقته مدونة الشغل بعقود، إلا أن ضعف تطبيق هذا الإطار القانوني يشكل عائقاً للدفاع عن براءة هؤلاء الأطفال في المجالات اللي هي خاضعة لمدونة الشغل. يمكننا نعتبر بأننا حققنا نتائج جد جد مرضية في هذا المجال، وتناقص عدد الأطفال المشغلين من طرف مشغلين خاضعين لمدونة الشغل بشكل كبير. إنهم أطفال يحملون معهم أعباء لا تقوى عليها أجسادهم الصغيرة، فأزيد من 53% منهم غادروا فصول الدراسة، بينما لم يسبق لما يربع 21% أن ولجوا قسما دراسيا، بل فرض عليهم أن يزاولوا أعمالا لا تقدر عليها أناملهم الصغيرة. ومعنا في الاستوديو السيد محمد ايت عزيزي، مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين بوزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية. بداية نبدأ بالأرقام التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط، ونحن نحتفي باليوم العالمي لمحاربة ظاهرة تشغيل الأطفال. هناك انخفاض من أكثر من 580 ألف طفل سنة 1999، اليوم هذا الرقم انخفض إلى 90 ألف طفل بالمغرب. بالفعل أنه أريد أولا أن أشكر القناة الثانية على استضافة ممثل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في هذا اليوم، وبهذه المناسبة باسم الوزارة أنه نوجه نداء إلى كل الأسر وكل فاعلين من قطاعات حكومية وجمعويين على أن التعبئة والانخراط لمحاربة الظاهرة، لأنه المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة. بطبيعة الحال كما قلت، الأرقام المندوبية السامية للتخطيط تؤكد بأن هذا الرقم انخفض إلى تحت سقف من 100 ألف طفل، وهذا يرجع إلى عدة مجهودات بذلت في السنوات الأخيرة فيما يخص التمدرس، فيما يخص توسيع شبكات دار الطالبة في العالم القروي لتشجيع تمدرس الفتاة والأطفال، وكذلك المبادرات خصوصا الحكومية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجهودات الجمعيات فيما يخص البنية التحتية، وكذلك الدعم لتشجيع مستوى التمدرس على العالم القروي والحضاري. يعني كذلك هناك قطاعات أخرى تدخل يعني في هذا السياق، أو مؤسسات مثلا كالمركز حماية حقوق الطفل، كذلك هناك المجتمع المدني الذي يقوم بدور في مجال التوعية، وكذلك في مجال محاربة الظواهر التي تدفع بالأطفال إلى الخروج أو تدفع بأسرهم إلى الدفع بهم إلى سوق الشغل. في المرحلة القادمة ونحن أمام هذا الانخفاض إلى 90 ألف طفل، ما الذي يجب القيام به؟ الذي يجب القيام به أولا، هذه السنة نحتفل باليوم العالمي لمحاربة تشغيل الطفلات وتشغيل الأطفال عامة بمنجزات مهمة.
الإنجاز المهم هو مصادقة الحكومة يوم 2 مايو على القانون منع حول التشغيل المنزلي، وهذه خطوة مهمة والتي انخرطت فيها الوزارة في إطار العمل الحكومي، يعني هذا إنجاز مهم هذه السنة بخصوص هذا القانون. الإنجاز الثاني هو أنه في الوزارة أنه وعي منا بأن حماية الطفولة هي منظومة، يعني تهتم بالوقاية والإشعار والتكفل والإدماج في صدد إعداد سياسة مندمجة لحماية الطفولة. كذلك هناك ورش كذلك لإصلاح المراكز الاجتماعية التي تهتم بالأطفال، وفي ظل هذا الإصلاح نفكر في مؤسسة آلية التبليغ واليقظة لإنشاء يقظة مجتمعية لمحاربة هذه الظاهرة، وكذلك لمتابعة الأطفال وكل الأشكال، وخصوصا أنه الأطفال في وضعية شغل يوجدون في وضعية هشاشة، ولكن هدفنا هو تكثيف الوقاية لمنع هذه الظاهرة. يعني نحتفل هذه السنة كذلك والمصادقة الحكومة على الخطة الحكومية للمساواة من أجل المناصفة، والتي تهم كذلك تدابير لمحاربة ظاهرة تشغيل طفلات كخادمات. إذن هناك إنجازات، هناك برامج، هناك مشاريع هيكلية، والحمد لله بفضلها سنحاول القضاء على هذا المستقبل. هذه البرامج يعني ما نسبة اهتمامها يعني بالعالم القروي خصوصا، وأننا نعرف بأن النسبة كبيرة من الأطفال يتم الدفع بهم إلى العمل في الحقول وفي الضيعات؟ كل هذه البرامج هدفها الأساسي هو محاربة الفوارق بين العالم الحضاري والقروي. كل هذه البرامج هدفها هو القضاء على الهشاشة. كل هذه البرامج هدفها هو القضاء على الظاهرة من المنبع. كل هذه البرامج هدفها هو تحقيق الالتقائية ما بين القطاعات الحكومية والقطاع الجمعوي وتشجيع جميع المبادرات لنصل إلى مغرب بدون لا يشهد أي حالة من الطفل في وضعية شغل، لأن المكان الطبيعي للطفل هو المدرسة. وهذا ما نتمناه سيد محمد أيت عزيزي، مدير حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين بوزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية. شكرا جزيلا على تلبية الدعوة والإجابة على أسئلتي. شكرا جزيلا.